أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن علم من أعلام العراق في القرن 17. هذا الرجل حقق إنجازاً مهماً وكبيراً وفريداً ورائداً لم يسبقه أحد من مواطنيه ولا من أبناء الشرق جميعاً إليه، وهو أنه كان أول من زار القارة الأمريكية من الشرقيين كافة، يعني ليس من العراقيين فحسب وإنما حتى من غيرهم. هذا الرجل اسمه إلياس بن حنا الكلداني الموصلي. كل ما نعرفه عنه أنه ينتمي إلى أسرة قديمة من أسر الموصل المسيحية تدعى بيت عمون، وربما كان ينتمي إلى أن هذا البيت ينتمي إلى أسرة بغدادية قديمة تعرف بالعشيرة الأبوية، ولا نعرف بالضبط هو أين ولد، يعني ربما ولد في الموصل ولذلك هو حمل لقب الموصلي، وربما أيضا أنه ولد في بغداد لأنه في رحلته هذا يعني يذكر أحدهم أنه جاء لنا رجل من بغداد، فيمكن أن يكون هنا أو هناك. هذا الرجل قام برحلة مهمة في أمريكا الوسطى وبعض أمريكا شمال أمريكا الجنوبية، وسجل وقائع رحلته في كتاب مهم للغاية لأنه احتوى على شهادة عيان عن بلاد لم يكن قد طرقها أحد من الشرقيين، وقليل من وصفها من غيرهم أيضا. عاش بين الهنود الحمر وبين الهنود الحمر الوثنيين في ذلك الوقت، وبين الهنود الحمر الذين اعتنقوا المسيحية على أيدي الإسبان، وبين الإسبان أنفسهم، يعني في بيئات مختلفة لم يكن بعض منها سهل العيش فيه، يعني خاصة في بين القبائل الهندية هناك، واطلع على أشياء كثيرة وعلى صناعات وعلى بدائية وعلى الثقافة والتراث المحلي الموجود في تلك البلاد، وسجل معلومات مهمة عنها. هذا الرجل كل ما نملكه عنه أنه قام برحلة سابقة عليها في عام 1658، قام برحلة إلى إيطاليا، ويبدو في ثنايا رحلته هذه التي ذهب فيها إلى أمريكا إشارات إلى أنه كان في مصر في بعض الأوقات، لا نعرف ما هي طبيعة مهمته في مصر، ولكننا نجد ألفاظ مصرية ومصطلحات مصرية عامية ترد في هذه الرحلة مما لا يعرفه العراقي إن كان بغداديا أو موصليا في ذلك الوقت إلا إذا كان قد أقام بعض الوقت في مصر. مما يلفت النظر أن هذا الرجل العراقي كانت تربطه وكان يلقى احتراما خاصا حقيقة لدى ملوك عصره، يعني حينما ذهب إلى روما في رحلته هذه الأخيرة يعني في عام 1668، يعني بعد 10 سنين من رحلته الأولى، وجدنا أن البابا يستقبله استقبالا كبيرا ويذهب منه ويعطيه أمرا تسهيل مهمة لرحلته هذه إلى أمريكا، ويكلفه بمهام لا نعرف طبيعتها حقيقة، ولكنه زوده بما يسهل هذه المهام. ثم أنه قصد فرنسا والتقى مباشرة بالملك لويس 14، هذا أمر ملفت للنظر، يعني كيف لهذا العراقي أن يحظى بلقاء ملك فرنسا الذي كان يعرف يلقب بالملك الشمس، التقى به ولويس 14 استقبله بكل ترحاب وأعطاه أيضا كتبا رسمية تسهل مهمته. ثم أنه قصد إسبانيا والتقى بالوصية على العرش الإسباني، وثم انتقل مرة أخرى إلى مناطق في إيطاليا وعاد مرة أخرى إلى إسبانيا. هذه الجولات التي كانت تحظى بترحيب ملوك عصره لافتة للنظر فعلا، ما أيل لهم أن يعرفوا هذا الذي جاء من بلد بعيد من العراق وما هي طبيعة المهام التي كلف بها وما هي طبيعة وأسباب معرفتهم به وثقتهم به. كان بإمكان البابا أن يكلف بعض الأوروبيين أن يقوم بهذه الرحلة التي كلفه بها كما قلنا
بشيء لا نعرفه، كان يمكن أن يكلف بعض الإيطاليين أو بعض الفرنسيين أو أحد الأوروبيين والسلام، لكن يكلف هذا العراقي البعيد يعني موطناً ولغةً، هذا أمر فعلاً لافت للنظر. ثم أنه شيء آخر يلفت النظر، أنه كان يتقن الإسبانية إتقان أهلها، يعني لم يكن أحد يستطيع أن يميز أنه كان إسبانياً أم لا. من أين تعلم هذه اللغة إلى هذا النحو المدهش من الإتقان؟ أسئلة كثيرة لا إجابات لأكثرها، لكننا نعرف أن الرجل يعني ركب البحر من مدينة قادس في إسبانيا، في جنوب إسبانيا، واستقل سفينة في أسطول إسباني كان يقصد أمريكا الوسطى. كانت أمريكا الوسطى مستعمرة من قبل الإسبان في ذلك العصر، ذهب هناك على ظهر هذا الأسطول، وكان بذلك يعني يملك شجاعة كبيرة، لأن لم يكن ثمة شرقي قد عبر المحيط الأطلسي حتى ذلك الوقت، في محيط كانت يعني عبوره كان يعني مخاطرة حقيقية تماما، يعني سفن شراعية وغير ذلك، تمكن من الوصول إلى أمريكا الوسطى، وهناك التقى بالحكومات الإسبانية أو الحكام الإسبانيين الذين كانوا معينين من قبل السلطة الإسبانية ليتولوا حكم تلك البلاد، وأينما ذهب كان يواجه بترحاب كبير لافت للنظر حقيقة، وكان يعرفون أنه هو الرجل يعني لم يكن إسبانيا، ولكن ربما الكتب التي كان يحملها معه، الأوامر تسهيل المهمة، كانت تعطيه هذه الأهمية، حتى أنه بعض أحد الحكام الإسبان قال له أن مدة إقامتك قد انتهت، كان في أمر البابا أنه المهمة ستستغرق 4 سنوات، قال قد مضت 10 سنوات وأنت باقي في هذه البلاد، قال نعم، ولكني أتحداك إن استطعت أن يعني تخالف ما أنا أريده. طيب ما هذه الصلاحية المطلقة التي كان يتمتع بها في إطالة مدة إقامته في هذه البلاد رغما عن أنف هذا الحاكم أو ذاك؟ الألقاب التي كان يحملها كانت ألقاب يعني دينية كبيرة، ربما كانت سببا في هذه الحظوة التي تمتع بها. يعني وهو حقيقة من المهم أنه كان حريصاً على تسجيل وقائع مشاهداته في هذه الرحلة. هذه الرحلة مع الأسف يعني ظلت مركونة في إحدى المكتبات إلى أن عثر عليها أحد الباحثين في القاهرة، تمكن من نشرها، وهو لويس شيخو، تمكن من نشرها تباعاً في مجلته التي كانت تعرف بمجلة المشرق، ثم جمعت في كتاب ونشرت. وبعد ذلك عثر على نسخ أخرى منها، ولكن لم يقم أحد من الباحثين بمقارنة هذه النسخ بالأصل المطبوع، ومن ثم يعني ظلت الرحلة على وضعها الأول، كانت تحتاج إلى مزيد من التحقيق ومزيد من الاهتمام. الذي يهمنا نحن من هذه الرحلة هي مغامرة هذا الرجل في تلك البلاد الغريبة عليه. يعني الرجل كان شجاعاً بالتأكيد، يعني من كان يستطيع أن يعبر المحيط الأطلسي على ظهر سفينة تتلاعب فيها الرياح والعواصف كان يدل على شجاعته، وقد أبدى هذه الشجاعة هناك تماماً. يعني سلك مسالك كان يسيطر عليها الهنود الحمر، وكان في جو معادي، ومع ذلك كان يعني شجاعاً، كما أنه كان عالماً بالطب، لأنه في رحلته إشارات إلى أنه عرض عليه مرضى وشفيهم تماماً، وكانت علاجاته تدل على دراسة سابقة للطب. ولا ننسى أن الموصل كانت متقدمة في ذلك العصر في علم الطب، كان فيها عدد من الأطباء المشهورين، ربما درس الطب في بلاده في الموصل، وربما عزز هذه الدراسة بما تعلمه في الدول في إيطاليا أو في بعض الدول الأوروبية.
أيضا حظي بشيء من الاحترام كونه رجل دين، وكان بعض يعني الإسبان وبعض الهنود الحمر الذين اعتنقوا المسيحية في ذلك الوقت على يد الإسبان يطلبون منه أن يقيم الصلاة بلغته الأصلية، يعني باللغة الكلدانية، مع أنه لم يكن أحد يفهم حرفا واحدا من هذه اللغة في أمريكا الوسطى طبعا، ولكنهم كانوا يعني يؤمنون بأن هذه اللغة هي أقرب إلى اللغة التي تكلم بها السيد المسيح من اللغة الإسبانية بالطبع، وبالتالي حظي باحترام الجميع هناك. ويذكر أنه حينما ألقيت الصلاة، قمت بطقوس الصلاة، حصل الانشراح الزائد على حد تعبيره من قبل المصلين، مع أنهم لم يكونوا يفهمون لغته. أيضا يعني في وسع المتأمل لهذه الرحلة أن يكتشف فيها نباهة ظاهرة، نباهة في تعامله، يعني كان دبلوماسيا وكان يعرف متى يعني يتكلم ومتى يسكت، وبالتالي وملك أيضا من الشجاعة ما أثار إعجاب الناس هناك. رحلته هذه حقيقة فيها معلومات مهمة عن الأوضاع الاجتماعية، يعني ولم يقتصر في رحلته على وصف الطريق الذي سلكه، ولكن وصف الأحوال الاجتماعية لكل من الإسبان هنا. كانت الإدارة الإسبانية حديثة عهد بالبلاد، يعني لم يكن قد مضى عليها يعني تقريبا قرن أو يزيد، ووصف أحوال الهنود الحمر من الوثنيين الذين لم يكونوا قد اعتنقوا المسيحية بعد ومن المسيحيين، وسجل لنا، وهذا هو المهم، الاضطهادات التي تعرض لها الهنود الحمر من قبل الإسبان. هذا فصل لم يسجل أكثره الإسبان طبعا يعني، ولكنه شهد هو على تلك الاضطهادات والتنكيل والقسوة التي اتبعها الإسبان في التعامل مع سكان البلاد الأصليين، وشهادته هذه تعد إضافة إلى معلوماتنا عن بلاد أو عن تاريخ أمريكا الوسطى. فاتني أن أذكر هنا أنه في طريقه إلى أمريكا الجنوبية سلك، وهو في أوروبا يعني، زار في طريقه إلى أوروبا مدن عربية، القدس، حلب، الإسكندرونة، ثم وصل إلى روما، وهناك التقى بالبابا كليمنت التاسع. الذي أريد أن أقول أن لقائه بالبابا كليمنت التاسع يدل أيضا على أن الرجل كان يعني جريئا في طرحه، والبابا كان معجبا به قبل أن يراه. معنى ذلك أن الرجل كانت تسبقه سمعته العلمية والدينية، مع أنه هو كان حقيقة يعني خوري، يعني بمرتبة متوسطة في مراتب السلم الكنسي. من اللافت للنظر في هذه الرحلة أنه كتبها بلغة عربية سليمة، ولكنها تضمنت ألفاظا ومصطلحات عديدة بعامية، فسجل بذلك حتى يعني الألفاظ والمصطلحات هذه العامية كانت متداولة في الموصل، كانت متداولة في بعض البلاد العربية، في مصر كما ذكرنا. فلرحلته أهمية في أنها أضافت إلينا معلومات عن تطور الألفاظ العربية التي استخدمها في هذه الرحلة، يعني حتى العامية التي استخدمها هي مفيدة، لأنه في القرن السابع عشر مثلا عرفنا كلمة دير بالك، هذه الكلمة البغدادية الأصيلة، المصطلح البغدادي الأصيل، دير بالك بمعنى انتبه، خذ بالك مثل ما يقول المصريون، استخدمها هو على سجيته يعني، فسجل لنا يعني تاريخ استخدام هذا المصطلح البغدادي الأصيل. كذلك وصف لنا ما كان قد شاهده من نباتات سيكون لها شأن في العالم فيما بعد. كان هو أول من تكلم عن الكاكاو مثلا، نبات الكاكاو اللي أصبح مشروبا عالميا، هو أول من سجله وأول من سجل اسمه ووصفه.
كذلك سجل يعني لأول مرة كلمة شوكليت شوكولاتة، وقال أن الهنود الحمر والإسبان قد تعلموا منهم هذا، كانوا يصنعون هذا الشوكليت، ووصف طريقة صنعه من نبات الكاكاو، ويقطعونه ويجففونه في الفي في الظل، ويكون يعني مطعوما جيدا ولذيذا. كما أنه تكلم عن الكولا، نبات الكولا اللي الآن أصبح كلنا يعرف الكوكا كولا والبيبسي كولا وغير ذلك من الأسماء التجارية، هو وصف نبات الكولا، ولكن يبدو أن هذا النبات كان مخدرا بعض الشيء في ذلك العصر، ربما كان يختلف الكولا التي رآها عن ما يدخل في صناعة هذه المشروبات الغازية. أيضا تكلم عن الكوكا، نبات مشروب الكوكا، تكلم عن أشياء ستصبح مشهورة جدا في العالم وفي بلادنا، كان هو أول من وصفها وسجل وجودها في ذلك العصر. البلاد التي زارها كانت كثيرة حقيقة، منها مثلا مر بأجزاء من فنزويلا، بنما، كولومبيا، بيرو، كوبا، وصل إلى جزيرة كوبا، بوليفيا، تشيلي، ثم المكسيك. هذه مناطق واسعة 10 سنوات هو يتجول فيها ليؤدي مهمة لا نعرفها، كلفها بها البابا وربما غيره من ملوك عصره. كان حريصا في كل يعني في أكثر من مرحلة يتوقف فيها ويقيم ليسجل فيها هذه الوقائع. وبعد 10 سنوات هذه قفل إلى بلاده عابرا المحيط الأطلسي مرة أخرى، وذهب إلى روما ليحدث البابا بما فعله، وربما لينقل إليه بعض الهدايا التي كان قد حصل عليها من الحكام الإسبان في هذه البلاد. وكانت هذه البلاد غنية كما يصفها بأنواع بكم هائل من الذهب، فيعني نقل إليه حلي وأشياء ومجوهرات كانت رخيصة جدا في أمريكا الوسطى، نقلها إلى البابا وربما إلى بعض المسؤولين في روما، لا سيما في مؤسسة كانت تعرف بمجمع انتشار الإيمان، وهي مؤسسة عقائدية كما نقول اليوم، كانت له علاقاته ببعض رجالها. البابا كان في ذلك الوقت يدعى أنوسنت 11. والبابا حقيقة يعني كان مسرورا لما فعله هذا العراقي، مما دل على نجاحه فعلا في مهمته التي كلفه بها، و يعني ناط به وظائف أخرى، مناصب أخرى لا يحدثنا عنها تفصيلا، ولكن يقول أنها وظائف مهمة لم أكن لائقا بها، هذا من باب التواضع. لا نعرف على وجه التحديد متى عاد إلى بلاده، ولكنه نعرف أنه ظل في روما إلى سنة 1693، لأنه طبع كتابا بالعربية في هذه البلاد باسم بستان الحياة، وهو كتاب فيما يبدو عقائدي أيضا. وعلى الرغم من أهمية هذه الرحلة فقد ظلت مجهولة حتى أوائل القرن العشرين، وما تزال في حاجة إلى مزيد من العناية ومزيد من التحقيق لما تكشف عنه من تفاصيل كثيرة. هذه الرحلة ترجمت إلى الإنجليزية في العراق، يعني ترجمها صديقنا المرحوم سامي سعيد الأحمد، ولكن لم تصل منها إلا نسخ قليلة إلى بلادها، يعني إلى أمريكا الوسطى، وأعيد نشرها ولكن دون تحقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.